بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي طلاب الصف السابع الأساسي، حياكم الله في درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية، وهو الدرس 16، آيات قرآنية كريمة من سورة الدخان، من آية 17 إلى آية 36. طبعا المطلوب منا عزيز الطالب في هذا الدرس أن نقوم بتلاوة هذه الآيات القرآنية الكريمة تلاوة سليمة معبرة، مراعين أحكام التجويد والتلاوة التي تم أخذها، وكذلك الانتباه للإظهار الحلقي الحقيقي، وهو من أحكام النون الساكنة والتنوين، وأن نقوم بلفظه لفظا سليما في قوله تعالى: أن أدوا إلي رسول أمين قوما آخرين إن هي. طبعا الإظهار الحلقي أو الحقيقي، وهو أن يأتي بعد حرف النون الساكن أو التنوين أحد حروف الإظهار الواردة معنا: أخي هاك علما حازه غير خاسري، الحروف الأولى من هذه الكلمات، أن يأتي بعد حرف النون الساكن أو التنوين أحد هذه الحروف يسمى إظهار حلقي أو إظهار حقيقي. وأن نقوم أيضا أعزائي الطلبة بلفظ الكلمات الموجودة أمامنا: أدوا رهوا فاعتزلون فأسري بمنشرين. نقوم الآن بتلاوة الآيات القرآنية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. كما قلنا نقوم بتلاوة هذه الآيات القرآنية الكريمة عزيز الطالب من سورة الدخان، ثم نجيب عما يأتي. استخرج من الآيات القرآنية الكريمة 3 أمثلة على مخرج الجوفي، وكذلك أن نقوم بالتلاوة البيتية كما قلنا من سورة صاد، ثم نتلو الآيات من 25 إلى 54 تلاوة سليمة معبرة، وكذلك أن نقوم بكتابة الجدول من حروف الإظهار الحلقي وبجانب مثال مع رقم الآية الكريمة التي ورد فيها هذا الحكم، طبعا من سورة صاد، ونقوم بكتابته ونقل الإجابة على دفتر الإجابة، وأنا بإذن الله سوف أقوم بإرسال لكم الإجابات النموذجية أولا بأول مكتوبة، وتقومون بنقلها إلى دفتر التربية الإسلامية. هذا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.